التجربة قاسية جدا، مؤلمة جدا، فوق تحمل مش مستوى الأم ولكن فوق مستوى البشر. والحقيقة إنه التجارب والتحديات زي ما أنا قلت ما بنبقاش عارفين البلكونة دي نزلت علينا ليه فجأة. طب ما احنا ماشيين كويس، طب احنا بنصلي وبنصوم وبنخدم، بس بالحقيقة بنبقى محتاجين شوية تركيز ان احنا نعرف هي البلكونة دي لما وقعت كان القصد بيها ايه. ودايما الحقيقة وانا قلتها في كثير من البرامج التلفزيونية انه ربنا غير مجرب بالشرور، فاذا في هدف وفي حكمة من وراء هذه التجربة وهذه الضيقة. كم واحد يعرف قصة رامي؟ حد يعرف قصة رامي من السوشيال ميديا ولا القصة الحقيقية؟ سوشيال ميديا. طب أنا يعني هقول قصة رامي عشان أقدر أقول لكم بس إحنا وصلنا للمؤسسة إزاي وليه أهمية بروتوكول توقيع البروتوكول ما بين الكنيسة المصرية وما بين مؤسسة فاهم. ده ما هو إلا تجربة أو عايز أقول ترجمة لي ثمرة التجربة اللي أنا عشتها واللي قلت أنا مش عايزة ولا أم ولا ابن يعيشوا اللحظات اللي إحنا مرينا بيها وبنمر بيها حاليا. رامي هو ابني الكبير، ورامي طول عمره ولد شاطر و A student في المدرسة. وعلى فكرة وأنا بحكي هحكي عمل ربنا في هذه التجربة. رامي طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا كنت في الخارجية المصرية، فانا بسافر وبنتقل من دولة الى دولة، ورامي معايا واخواته، فهو مصر بالنسبة له ما يعرفهاش قوي غير ان هو العربي بتاعه مش موجود. رامي بعد لما خلص مدرسة طلب ان هو يسافر امريكا للدراسة لانه اخواته التانيين بيحملوا الجنسية الأمريكية، اتولدوا في أمريكا، إنما رامي الوحيد هو اللي اتولد في مصر. وإحنا قلنا له إنه بعد لما يخلص المدرسة يقدر إن هو يطلع ويدرس في أمريكا. وفعلا رامي درس في جامعة اسمها USC كاليفورنيا، وتخصص في حاجة اسمها Data Science، يعني حاجة يعني عايز أقول شديدة التعقيد، تحليل البيانات. عايزة بس أشرح قد إيه رامي شاطر. وبعد لما خلص الجامعة في USC كاليفورنيا عمل الماجستير بتاعه في جامعة كولومبيا في نيويورك برضو في هذا التخصص. رامي اللي حصل أنا بعد هنتقل إلى آخر التجربة، وبتكلم مع رامي على التليفون وبقول له يا رامي إمتى حسيت إن أنت عيان؟ رامي مريض شيزوفرينيا، و الحقيقة هذا المرض مرض مش بسبب الولاد، الأمراض النفسية وحنتكلم في هذا الإطار في نتيجة حاجات كتيرة. في ناس مولودة بتعب نفسي بمرض نفسي، في ناس نتيجة تنمر، نتيجة خبرة، نتيجة اضطهاد، نتيجة حاجات كتيرة جدا اتعمل عندنا تعب أو مرض نفسي. فرامي لما أنا سألته قلت له إمتى ابتديت تحس إن أنت عيان؟ قال لي لما كان عندي 10 سنين. ولما سألته ليه ما قلتليش؟ قال لي كلمة واحدة هقولها بالإنجليزي وبعدين هقولها بالعربي. قال لي cause you wouldn't understand، لأنه ما كنتيش هتفهمي. وفعلا رامي عنده حق، لأن أنا لو كان رامي قال لي أنا بسمع أصوات، أنا في ناس بتكلمني، كنت هقول له هنروح الكنيسة وهنتناول وكل حاجة هتبقى تمام، أو كنت هقول له انت مش عايز تروح المدرسة، انت مش عايز تنزل تلعب مع صحابك، كل الكلام اللي رامي قاله لي ده انا فعلا كنت هقوله. انما لما قال لي you wouldn't understand، كلمة understand اللي هي فاهم، ابتديت اقول له رامي انا متهيألي ابتديت اعرف ليه ربنا حطنا في التجربة دي، بس محتاجين نركز اكتر. ولما حصل اللي حصل وكنت لسه وزيرة وعملت مبادرة للشباب اللي بيدرسوا في الخارج اسمها اتكلم ما تخافش مصر معاك، لانه الولاد بره بيمروا بتجارب نفسية كبيرة جدا مش عايزين يقولوا لأهلهم.
عملت منصة إلكترونية للأطباء النفسيين يقدروا إن هم يكلموا ويتواصلوا مع الولاد اللي في الخارج اللي مش عايزين يقولوا لأهاليهم هم بيمروا بإيه. فولد اسمه عبد الرحمن بيدرس في روسيا بعت لي وقال لي يا معالي الوزيرة، هو أنا ممكن أكتب جواب لرامي؟ قلت له طبعا. عبد الرحمن بعت لي الجواب عشان أنا بعته لرامي. عبد الرحمن كتب في الجواب بيقول: يا رامي أنا مدين لك بحياتي. فأنا قلت إيه الكلام ده؟ يعني إيه مدين لك بحياتي؟ فطلع إنه عبد الرحمن في روسيا وهو بيدرس كان بيمر بأزمة نفسية حادة، وكان بيظبط موضوع انتحاره، هل هيرمي نفسه من فوق، هل هيفتح البوتاجاز، هل هياخد سم، هيعمل ايه بالظبط. فبيقول للرامي في الجواب: مامتك بسببك عملت مبادرة اسمها اتكلم ما تخافش مصر معاك، وساعتها انا قلت اما اجرب. فما جربت لقيت الدكتور اللي يقدر يفهمني ويقدر يسمعني بدون ما يحكم عليا، وانا بقول لك ان انت انقذت حياتي. قلت الرامي بس احنا فهمنا وعرفنا ليه ربنا دخلنا في هذه التجربة، واحنا هنقرر مع بعض ان احنا مش هنضيع الالم اللي احنا فيه وحنستفيد بيه. من هنا جت فكرة مؤسسة فاهم للدعم النفسي. رامي هو اللي اختار الاسم لانه هو اسمه رامي هاني منير فهيم، فهي اسمها فهيم فاونديشن وبالعربي اسمها فاهم. ورامي اشترك معايا في الاستراتيجية. انما قبل ما انتقل الى موضوع المؤسسة واساس المحاضرة بتاعت النهاردة، عايز اقول اطمنكم انه صلواتكم كلها هي اللي موقفانا على رجلنا، وانا عارفة ومتأكدة كل الاسماء اللي بتتحط على المذابح ليا او لرامي في كل الصلوات دي اللي بتدينا القوة ان احنا نكمل هذه التجربة. هحكي قصتين قبل ما ادخل في الموضوع الاساسي وابونا بافلي قدس جاهز، بس مش دلوقتي. انا بروح لرامي كل 3 اشهر لان انا امه ولازم اكون واقفة جنبه. فاخر زيارة انا طلع من مصر لفرانكفورت لان انا رايحة احضر جلسة، بعيط طول الرحلة بعيط. نزلت ترانزيت مشدودة، ركبت الطيارة التانية من فرانكفورت للوس انجلوس وانا بقول يا رب. بنبتدي نوصل فوق لوس انجلوس فالمضيفات بيقولوا افتحوا الشبابيك عشان احنا هنعمل لاندنج. ففتحت الشباك بصيت، طبعا اكيد حضراتكم عارفين احساسي بالولايات المتحدة الامريكية دلوقتي بقى عامل ازاي. انما شفت لوس انجلوس من فوق اتقفلت، فابتديت اصلي، قفلت التلفزيون اللي قدامي وابتديت اصلي: يا رب انا لوحدي، يا رب الجلسة دي صعبة عليا ان انا احضرها وان انا اشوف رامي بالشكل ده، من فضلك خليك معايا وامسك ايدي. واليوم ده كان يوم 22 اغسطس، يوم عيد العذراء. قلت لها: يا عذراء انت ام وانت اكيد حاسة بيا، من فضلك تعالي معايا. بعد لما صليت ببص تاني على لوس انجلوس لقيت هذا المنظر. لو نطفي النور، ممكن نطفي النور. بجد؟ طب احسن. بس ده مش طيب. ده شباك الطيارة، ده شباك الطيارة بتاعي، ودي لوس انجلوس. احنا بنوصل الصبح، وانا بعد لما صليت اتدورت تاني عشان ابص. العذراء فضلت معايا، على فكرة احنا في اغسطس وده عيدها، فاحنا مفيش اي مجال لاي بخار علشان الجو بره برد، احنا في اغسطس في عز الصيف.
هذا الشكل تكون على شباك الطيارة بتاع شباكي أنا، وفضلت العذرة معايا على الشباك من اللاندنج أدي لوس أنجلوس لغاية لما لمسنا الأرض. أول لما لمسنا الأرض هذا البخار أو هذا الشكل ابتدى يطمئن لغاية لما اختفى. عمل ربنا في التجربة لما بيبعت هذه الرسائل. القصة الثانية باختصار شديد جدا، أنا لما بروح لرامي أنا بوصل وببقى مرتبة مواعيد الزيارة، والمواعيد الزيارة بتبقى مواعيد محددة جدا. فوصلت يوم الجمعة، السبت قالوا مفيش زيارة. قلت لهم ليه مفيش زيارة؟ قالوا لأن احنا في عنبر رامي في لقينا حالة كوفيد أو كورونا، فالعنبر كله تحت العزل. فقلت لهم ازاي ده، انا جايه من اخر الدنيا وانا عايزه اشوف ابني. قالوا مفيش. وطبعا عارفين الامريكان بقى، هنا في مصر احنا كده بصنعه لطافه وبتاع نقدر يعني، انما في امريكا لا. فمن كتر زني قلت لهم يعني انا جايه من اخر الدنيا وانا لازم اشوفه، وهو كمان مستنيني. من كتر زني قالوا لي طيب احنا يوم الحد الصبح هنعمل تحليل لرامي، لو رامي طلع سلبي هنحاول انه نخليك تشوفيه. قعدت طول الليل اصلي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يوم الحد الصبح رامي ايجابي. طبعا انهارت وعيطت، قلت يا ربي ليه كده. وفضلت ماشيه في الشارع، طبعا رامي يكلمني وقال لي مش هشوفك، فانا طبعا لازم انا الام الجدعه اقول له ايه يعني، وانا دي اخر مره حاجي امريكا، ما انا حاجي تاني وربنا اكيد رايد بحاجه يا رامي، واحنا لازم نبقى جامدين وي وي وي. مشيت في الشارع وبصيت في السماء، قلت له يعني انا راضيه بالتجربه تجيبني لغايه هنا وتقولي لا؟ ليه يا رب كده؟ دقيقه بالظبط لقيت التليفون بيرن. مسز مكرم، قلت لهم ايوه. قالوا لي انتي لسه في لوس انجلوس؟ قلت ايوه. قالوا لي ينفع تيجي تشوفي رامي؟ قلت له اشوف رامي؟ مش الولد بوزيتيف؟ قالوا اه. مش الولد تحت العزل؟ قالوا اه. امال ايه؟ قالوا بس تعالي دلوقتي. رحت السجن ضلمه، الشوارع فاضيه، مفيش حد. دوست على الانتركام، يس مام. قلت له ايوه انا عندي زياره. قال لي زياره ايه؟ الساعه 7 بالليل احنا قافلين مفيش زيارات. قلت له لا انا جالي تليفون. قال لي طب اسمه؟ قلت له. ثواني راح باب السجن اتفتح، ما اعرفش ازاي. دخلت الدنيا ضلمه، طلعت قابلت رامي. رامي فضل باصص لي مش مصدق وانا مش مصدقه، وقلت له حاجه واحده، اللي حصل ده درس، لما كله يقول لا ربنا له الكلمه الاخيره. قعدت مع رامي قد ايه؟ هي الزياره عامه بتبقى نص ساعه. قعدت مع رامي ساعتين، تاني يوم ساعتين، تالت يوم بعد ساعتين قلت له يا رامي انت تعبان وممكن ترجع تاني الأوضة بتاعتك، بس انا طبعا من جوه مش عايزاه ان هو يمشي. فقال لي طيب انا هنده للظابط. فنده الظابط، شايفاهم هما الاثنين بيكلموا. رجع بعد كده رامي قعد، فراح قال لي حصل حاجة غريبة. قلت له في ايه؟ قال لي الظابط بيقول لي اقعد مع مامتك شوية، اصل حصل طفح في الأوضة عندك المجاري، فمش هينفع ترجع الاوضه دلوقتي. قلت له يعني الطفح حصل دلوقتي، مش امبارح، مش كمان ساعه، مش بكره، حصل دلوقتي. قعدت مع رامي 3 ساعات وربع. طيب هنتقل بقى للموضوع الاساسي، ومش هاخد وقت كتير عشان مش عارفه سيدنا لو في اسئله بعد ال اوكي. رامي زي ما انا ذكرت، رامي مريض شيزوفرينيا، والحقيقه لما هو سافر امريكا هو ما كانش قايل لنا، فهو بالتالي ابتدى لما راح امريكا يعالج نفسه بنفسه ويشوف دكاتره لوحده. انما انا كنت بتابع مع اب اعتراف رامي. رامي جه الكنيسه، رامي تناول، رامي ايه الاخبار؟ لا كويس، بيجي الكنيسه بيتناول، لا ما جاش النهارده، لا ما تناولش النهارده.
قلت له ابونا انا حاسه انه رامي متغير، يعني رامي هو طول عمره ولد هادي، ولكن انا حاسه ان هو مش في حاجه غلط، متباعد، مش بيتكلم زي الاول. ابونا ساعتها قال لي انا اعتقد انه رامي ممكن يكون من الشخصيات النرجسيه اللي عايزه على طول ان انت تقولي له زي انت شاطر وان انت كويس وان انا مش بحمل المسؤوليه على ابونا، انما بقول لو ابونا كان عنده، لو كان ابونا كان عنده اي باك جراوند على الصحه النفسيه والمرض النفسي كان ممكن رامي يتلحق. ده اللي انا بتكلم عليه، لا احمل الكاهن مسؤوليه اللي حصل، ولكن اللي احنا بنقوله انا زي ما قلت في بدايه كلامي، التجربه بتاعتي انا باخد كل حاجة أنا مريت بيها وبحاول أصلحها عشان محدش يمر بالتجربة دي تاني. أول لقطة هي أبونا، لأنه إحنا كلنا شعب الكنيسة لما بنبقى متضايقين ولا بنبقى مكتئبين بنجري على مين؟ على أبونا. ما بنروحش للدكتور النفسي، بنروح لأبونا. ومش بنتكلم عن سر الاعتراف، إحنا ما بنتكلمش عن سر الاعتراف، أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص. انا بتكلم وابونا بياخد المعترف، لو ابونا حس ان في حاجه غلط هو طبعا بيعترف عن خطاياه، انما ابونا لو هو عنده فكره ايه هي الشيزوفرينيا، ايه هي الباي بولر، ايه هو الاي دي اتش دي، ايه هو الوسواس القهري، ايه هو ايه هو ايه هو، احنا بنسمع كلمه ابونا. الجلابية السودة دي بالنسبة لنا احنا حاجة جامدة جدا. يعني لما ابونا يقول لي حاجة انا هعملها، لو مامتي قالت لي حاجة انا مش هعملها، انما ابونا له كلمة عليا احترمه وقدسه. عشان كده النهاردة غرض المحاضرة ايه؟ انه مهم جدا اللي انا عايز اقوله، انه الكاهن او اب الاعتراف في اثناء الاعتراف ممكن يشعر بان في حاجة غلط، الموضوع ده في وراه حاجة. لما الأب الكاهن بينصح المعترف حبيبي أو حبيبتي ممكن تشوف دكتور نفسي، ممكن ساعتها المعترف يتقبل من القسيس إن هو يروح يشوف دكتور نفسي. مؤسسة فاهم للدعم النفسي غرضها كله إن احنا نكسر وصمة العار عن المرض النفسي. هحكي حكاية. بعد اللي حصل انا بيدعوني في اماكن كتيره ان انا اتكلم، فكنت مدعوه في معسكر، والمعسكر ده 4 ايام انا بروح يوم اقول كلمتي وامشي. قلت الكلمه بتاعتي وحكيت كل حاجه عن رامي وعن التجربه وعن مؤسسه فاهم. خلصت، الناس سقفت، قعدت مكاني، جات لي سيده محجبه قامت من الحضور وجات لي قعدت جنبي، قالت لي معالي الوزيرة أنا عايزة أقول لك على حاجة. فقلت لها تفضلي. قالت لي أنا زي رامي. قلت لها زي رامي يعني إيه؟ قالت لي أنا شيزوفرينيا بس ما حدش يعرف. بس مش دي الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لك. أنا عايزة أقول لك إن أنا امبارح في المعسكر ما نزلتش من أوضتي لأنه أنا باخد قرار. كنت عايزه اخد قرار، فمش عايزه احضر محاضرات، مش عايزه اسمع حد، باخد قرار. قلت لها قرار ايه؟ قالت لي قرار اني اوقف الدواء. واخدت فعلا القرار وصحيت الصبح ما خدتوش. وبعدين سمعت ان انت جايه وبهتتكلمي، فقلت اما اجي واتصور معاكي واسلم عليكي والكلام ده كله. لما حكيتي حكايه رامي انا جايه اقول لك ان انا هاخد الدواء. فانا قلت لها انا سعيده ان انا جيت في اللحظه او في الوقت الصح، بس انا عايزه اعرف انت كنت عايزه توقفي الدواء ليه؟ تخيلوا قالت لي ايه؟ قالت لي كلمه واحده فقط، وحشوني. قلت لها مين اللي وحشك؟ قالت لي الاصوات. قالت لي هم اللي بيطمنوني، هم اللي واقفين جنبي، هم اللي بيسمعوني من غير ما يحكموا عليا، انا عايزاهم تاني. الدواء بيوقف ان انا اسمعهم.
مفيش في الطب النفسي حاجة اسمها مجنون، مفيش في الطب النفسي حاجة اسمها مجنون، في حاجة اسمها مرض نفسي، والمرض النفسي زيه زي المرض العضوي. واحنا ودايما بقولها ليه بنسأل على اللي كسر رجله انما ما بنسألش على اللي كسرت نفسه؟ كل الوشوش اللي احنا ممكن نقابلها، المبتسمة واللي لابسة كويس، مفيش حد ما عندوش كلكية قاعد بيها، مفيش حد ما عندوش خبرة او حزن او فقدان او تنمر او اضطهاد او 500,000 حاجة قاعد بيها، بس هي بتبقى امكانيات الشخص ان هو يحتوي، فاحنا ما مش شايفين اي حاجة، بس حد هيروح دايس على الزرار هتلاقيه شخص تاني. طب ايه ما حصلش حاجة، انت دوست على زرار عند كلكية عنده. وفي ناس تانية ما بيقدروش يتحملوا ان هم يلموا الكلكعة دي، فبتوصل الى مرض او تعب نفسي. لما مؤسسة فاهم للدعم النفسي، احنا على فكرة شغالين في المدارس، عملنا بروتوكول مع وزير التربية والتعليم عشان الاخصائيين النفسيين داخل المدارس المصرية لازم يعرفوا ازاي يتعرفوا على المرض النفسي عند الاولاد، لانه الاخصائي النفسي يعني ممكن يحل محل المدرس اللي هو مش موجود، ممكن يدخل في خناقة عشان يفضها، إنما الولد اللي عنده ADHD ولا عنده بايبولر ولا عنده ولا عنده، ده محتاج مراعاة وتدخل علاجي. ومش بس بنعرفهم إزاي يتعرفوا على الأمراض، إنما كمان إزاي يكلم الأسرة، لأن الأسرة تقول أبداً أنا ابني زي الفل، انتوا بتعملوا كده علشان ما ترفدوه وعلشان هو كده ولا كده. فاحنا المدارس شغالين فيها التنمر، العيال بيمروا بكمية تنمر داخل المدارس، واكيد شفتوا البنت اللي ماتت نتيجة التنمر. كل يوم كل يوم البنات يقولوا لها انت شكلك وحش، انت تخينة، انت قاعدة كده بينا ازاي، انت بترجع تقول لأهلها، اهلها يقولوا لها لا 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 لا، ده انت زي القمر، انت بتقولي ايه، وما دول ما بيفهموا، بس طنشيهم. البنت فضلت تسمع الكلام بس بترجع مقهورة لغاية يوم نامت ما صحيتش. ولما بروح المدارس وبتكلم مع البنات بقول لهم انا وانا صغيرة كانوا بيتنمروا علي انا عشان طويلة، الدور عندكم فوق عامل ازاي، الجو ايه، كانوا بيرضعوكم مكرونة سباجيتي، الحاجات بقى ياها دي. وكنت ببقى متأزمة جدا وبمشي مقتبة عشان ما حدش يقول ان انا طويلة. ما بروح المدارس بسأل العيال انتوا تطورتوا بقى، يعني في تطور في التنمر عن الطول، طلع زي ما هم الدور العالي والنخلة والحاجات دي كلها. البنات بتعيط، وادارة المدرسة ما بتبقاش مصدقة البنات دول شاطرين، بس ازاي بيعيطوا، كل واحد بيمر بحاجة. عشان كده برجع للموضوع الاساسي، انه بناخد من التجربة قصة رامي في حتة انه الكاهن في امريكا لو كان عارف او عنده خلفية بالمرض النفسي كنا زماننا هنبقى في حتة تانية. عشان كده البروتوكول الموقع ما بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي وما بين الكنيسة، احنا شغالين مع اسقفية الخدمات الانبا يوليوس، شغالين مع الانبا ميخائيل في اللجنة المجمعية للصحة النفسية، مركز المشورة، كل ده، لانه الموضوع الحقيقة مش متعلق بس بالاباء الكهنة، الموضوع متعلق بالخدام، لانه احنا عندنا كمان في مصر الحقيقة ما عندناش ثقافة التقرب من المتألم. احنا شعب حميم وابن نكتة وطيب وكريم، انما نيجي بقى نروح رمين جدتنا على الناس، فممكن كلمة تجرح وممكن كلمة تموت. فبنشتغل احنا كمؤسسة فهم لتدريب حتى الخدام ازاي يتقربوا من الولد او البنت او الراجل او الست، عشان بعد كده نقدر نوجههم ان هم لازم يروحوا لدكتور متخصص. ومن فضلكم بلاش خالص، ومع احترامنا شديد للجميع، بلاش قصة اللايف كوتش. احنا دلوقتي طالعين في قصة لايف كوتش. لايف كوتش دي عشان ما اقولش ان انا رايحة لدكتور نفسي عشان انا شيك وبتاع، فاقول انا رايحة اخد سيشن عند اللايف كوتش. مفيش شهادات، مفيش اسسمنت، لازم
الشاب المعترف او المعترفه لو شفتوا ان في حاجه لازم يروح لطبيب ودكتور متخصص. طب الناس بتخاف من الادويه، وادويه النفس دي زي المخدرات وده هيدمنها. هو معلش لما حد بيبقى عنده مريض سكر بياخد دواء سكر، وبياخد دواء سكر مدى الحياه، والقلب والكبد ها الى الابد. اشمعنى النفسي بقى هو ده اللي هيودي المخدرات؟ ساعات لازم يبقى فيه ادويه، ساعات يبقى فقط انه احنا بناخد سيشنز، وساعات انه لازم يتحط في مستشفى. وانا دخلت مستشفى العباسيه، والله يرحمه اسماعيل ياسين دمرنا ودمر المريض النفسي، وحطه في صوره ان هو ناكش شعره بيضرب في الحلل ماسك الكماشه وهدومه مقطعه. وكبرنا كلنا فاهمين المريض النفسي ده ايه، مجنون رسمي. لما دخلت مستشفى العباسيه انا دخلتها لكسر وصمه العار اللي هو هدف المؤسسه. يعني انا اسفه في اللي هقوله، بس اللي بره هم اللي مجانين. انا شفت ملايكه، مش عشان بس هم بياخدوا الدواء، ناس اهاليهم ما بتسالش فيهم، ناس اهاليهم ما شافوش الشارع بقالهم زمن. وارجع واقول هو ليه ربنا اختار وزيره للتجربه؟ ما كان اختار ماما اي ماما، انما لما ربنا اختار وزيره للتجربه فتيجي الوزيره دي تكلم وزير الصحه اللي كان زميلها وتقول له انا عايز اخرج الناس دي رحله. لو انا ماما عاديه ورحت قلت له ده، لو وصلت له مثلا، انما يروح وزير الصحه يتعاون مع وزيره الهجره السابقه، وزيره الهجره السابقه دي تروح مكلمه زميلتها وزيره البيئه، وناخد الناس دي في اتوبيسات وغدا وغنى، ونروح محميه الغابات المتحجره، والناس تنبسط وتحس ان هي بشر وبني ادمين وبتفرق فيهم. وبعدين نرجع تاني مستشفى العباسيه اقول لهم طب ايه عايزين ايه تاني؟ يقولوا لي احنا بس عايزين اسلاك وعايزين انوار. احنا على فكره عنابر العباسيه زي الانوار دي بس بترعش، فالعاقل او السليم يتروش، فما بالكو المريض. فقالوا لي احنا محتاجين انوار ومحتاجين اسلاك ومحتاجين سباك ومحتاجين. فبروح بقى لرجال الاعمال والناس اللي هم عايزين يساعدوا، لان على فكره كل واحد معرض يبقى عنده مرض نفسي، مش بس من هو صغير، اي حد في اي مرحله من حياته. فجيب رجل الاعمال ويشتري بقى المواسير والكهرباء والسباكه والحاجات دي كلها، وادخل مستشفى العباسيه يقول لي ايوه مين بقى هيركب؟ طب مين هيركب يعني ايه؟ قالوا لي احنا ما عندناش حد يركب الحاجات دي. فكلم واحد تاني عشان يركب، فيبعت المهندس عشان يعرف كم سباك ولا كم كهربائي ولا كام ولا كام ولا كام. بعدين يكلمني يقول لي الحقيقه البنيه التحتيه بتاعه المستشفى اصلا متهالكه، ده احنا لو ركبنا حاجه هتقع. فشكرته واعتذرت له، قلت له طب كتر خيرك ان انت بعت حد وبتاع. قال لي لا انا بكلمك عشان اقول لك انا على حسابي الشخصي هعمل الموضوع ده. جددنا 4 عنابر في مستشفى العباسيه، الحمامات هناك حمامات بلدي، اتغيرت بقت حمامات عاديه. التجربه زي في بدايه كلامنا، مش عايزه اتكلم كتير عشان ممكن ارد على الاسئله ويبقى ده احسن. التجربه مريره قاتله صعبه جدا، بس ربنا بيدي المنفذ مع التجربه، وربنا بيقوي عشان نقدر ان احنا نستفيد من هذا الالم وهذه التجربه عشان نساعد الناس التانيه في ملف عمر ما حد اتكلم فيه ولا كان عايز ان هو يدخل فيه. انما انا بقول لرامي بسببك انت يا رامي ابتدينا ان احنا نتكلم مع الكنيسه، نتكلم مع الاباء الكهنه، نساعد المتألمين في صمت، نساعد المستشفيات، نوعي المدارس، كل ده بس من خلال تجربه
صلوا لي انها تنتهي. احنا عارفين توقيتات ربنا مش توقيتاتنا، بنزن كل يوم انه التجربة دي تنتهي، بس انا عارفة ان توقيت ربنا مكتوب فوق وانا مستنياه، وعشان كده انا لابدة النهاردة في السيمينار لغاية يوم الخميس، لان كل بركة اقدر اخدها وكل صلاة اقدر ان انا احضرها ده بالتأكيد بيساعدني. وبشكركم مرة تانية وجاهزة لأي سؤال. يوم ما سيدنا دعا سعادتك انا فرحت جدا، لان عندنا بيقول فيما تألم مجربا قادر ان يعين المجربين. صدقيني يا دكتوره شرفتينا وبركتينا وعلمتينا كل الاباء العظام، ابونا المطران واباء الاسقفه، سيادتي اللي هو دكتور، اجتازوا الام كتير جدا واجتازوا تجارب كتير جدا. كلنا اجتزنا تجارب، وبالتجارب دي ربنا ادانا نعمة. بنشكرك جدا جدا جدا، كتر خيرك. طيب انا هبتدي اقرا الاسئلة واجاوب. ممكن اقول حاجة قصة كده برضو على الماشي، شغل ربنا برضو، لانه ربنا بيغير المشهد وبيغير الناس وبيغير حاجات كتيرة جدا. في يوم من ذات الايام لقيت رامي بيكلمني وبيقول لي في حاجه غريبه جدا حصلت. فقلت له ايه اللي حصل؟ قال لي القاضي رامي، من ساعه ما القضيه ابتدت في قاضي هو المتولي قضيه رامي. تخيلوا ايه اللي حصل. ايه اللي حصل ممكن للقاضي؟ ممكن. ها؟ مات، قتل مراته، ربنا زاحه. ليه؟ لانه محدش عارف ده كان ممكن يعمل ايه او بياخد القضيه في اني اتجاه. احنا الحمد لله معانا كل المستندات الطبيه الامريكيه اللي بتثبت عيا رامي، مش المستندات المصريه، عشان ما يقولوش امه وزيره في مصر وضربت بقى شهادات. انما في شغل بيحصل حتى لو احنا شايفين انه الموضوع زي ما هو. التوحد، احنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها في مؤسسة هو أقوم أحسن؟ كله شايف؟ مش محتاجة تقوم. ها؟ اه أهو ده تنمر، أهو تنمر تاني أهو. احنا بنعمل في مؤسسة فاهم للدعم النفسي مجموعات دعم للأمهات اللي عندهم ولاد بيعانوا من أمراض كتيرة جدا، التوحد، الـ ADHD، الشيزوفرينيا، كل الحاجات دي كلها. مرض التوحد يا بونا اللي سأل، يعني مش عايزة ان انا ابقى قاسية في ردي، هو ملوش علاج، يعني مش ملوش علاج، مش هيخف منه، انما هيتحسن من خلاله. اهم حاجة انه يبقى الدكتور او الدكتورة المتولية مرض التوحد وعلاجه تبقى دكتورة كويسة فاهمة وشاطرة. إنما بالتأكيد أنا شفت الكثير من الأمهات اللي ولادهم عندهم توحد، لا الأمور ماشية طالما هو بياخد العلاج بتاعه وبيحضر السيشنز بتاعته. أنا هقرا السؤال كله بقى يا سيد. منذ وصول نيافة الأنبا إيلاريون إلى البحر الأحمر طالب بضرورة أن يحصل الخدام والخادمات كورس المشورة العام، ولكن للأسف بعض الكهنة يعتبرون المشورة والعلاج النفسي انحراف عن الأرثوذكسية. أرجو من الآباء الأسقفاء يعدلوا هذه الفكرة، ما مرعاة أن يكون محاضري المشورة جودة ده. طيب المرض النفسي ليس نقص إيمان. المرض النفسي ليس نقص إيمان، والمرض النفسي ليس عقاب من عند ربنا. المرض النفسي زي ما أنا ذكرت في بداية الكلمة، المرض النفسي زيه زي أي مرض عضوي. واحد عنده قلب، واحد عنده شيزوفرينيا، واحد عنده سكر، واحد عنده باي بولر. ده ما بيتعارضش مع الكنيسة. مين قال إنه مرض ممكن يتعارض مع الكنيسة؟ كل لما احنا بنعرف، يعني انا مش بقول بس الاباء الكهنه، لانه انا
مدرسة فرنساوي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سفيرة، وزيرة، معرفش أي حاجة عن المرض النفسي. هو مش بنقتص بس إنه الآباء الكهنة أو شريحة معينة ما يعرفوش، إحنا ما حدش يعرف خالص، ومش عايزين ندخل في الموضوع ده لأنه عيب ولأنه وصمة عار. بس الحقيقة من اللي حاصل النهاردة والاجتماع بتاع النهاردة أهو ده دليل يا بونا إن إحنا ابتدينا نتحرك، وممكن جدا إنه في المرة اللي جاية نجيب بقى طبيب نفسي متخصص يشرح الأمراض كلها بصفة إن يحصل نوع من أنواع التثقيف والوعي بالأمراض النفسية، عشان لما تشوفوا حد مش مقدرين بالظبط إيه الموضوع هو هيجاوب على كل هذه الأسئلة. إنما ده لا يتعارض مع إيماننا ولا يتعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية. عزيزك دكتور، طبعا كل الشكر لسيدنا على الموضوعات، والموضوعات غنية جدا ومختارة بدقة، وشكرا أبونا المطران ووجوده معنا وسيدنا وسيدنا والآباء الكهنة. أحد الآباء بيقول استشير خبيرا بالعمل ولا فقيها بالكلام، ده يساوي ديدز نوت ووردز يعني. فده رد كلام حضرتك، إن هذا رد على المتنمرين في السوشيال ميديا الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. يعني من ضمن الجرانات دكتورة نبيلة مكرم يتكلم على الاعتراف، أنا استفدت. وسؤالي محدد عشان وقت حضرتك، حضرتك جزء التدربة، وإيه النقاط اللي توجهها لنا ككهنة؟ يعني أنا دبلوم ماجستير وبتاع وصحة نفسية، بس عايز أستفيد في نقاط محددة أبونا يعمل إيه في أثناء ممارسة للمعترف عشان يكتشف ولو جزئيا يساعده نفسيا. طيب أنا هاخد بس أول جزء السوشيال ميديا، لأن أنا يعني مغلولة بعض الشيء وطلعت له امبارح كتبت له. إحنا من ضمن الحاجات اللي بتأثر على صحتنا النفسية السوشيال ميديا، قولا واحدا، مش علينا احنا بس، علينا وعلى اولادنا، لان هم بيشوفوا حاجات. دلوقتي عصر السماوات المفتوحة، العيال بتشوف كل حاجة، وده بيأثر على صحتهم النفسية. انا من وانا وزيرة، انا لما حد كان بيطلع يتكلم او يقول حاجة، انا الحقيقة يا بونا ما بقدرش، يعني الناس تقول لي الكلاب تعوي والقافلة تعوي والقافلة تسير وكله تمام تمام، بس لازم اجيبه ولازم افهمه. وبكل أدب وبكل احترام، مؤسسة فهم للدعم النفسي الشعار بتاعها ثلاث كلمات: افهم، اسمع، اتكلم. افهم الأول غرض المحاضرة ده كان ايه. هو معقولة وزيرة سابقة هتيجي تعلم أباء كهنة أو تشرح سر الاعتراف؟ يعني بالعقل كده نفهم يعني الأول، وبعدين نسمع نشوف الوزيرة دي هتقول ايه، بعديها ممكن تتكلم. فموضوع السوشيال ميديا يعني الحقيقة خطر رهيب جدا وبيأثر علينا. وفي عايز أقول، والدكاترة النفسيين قالوا إزاي إن ده بيدي بالسلب على الصحة النفسية كمان للشباب. التجربة يا سيدنا، لا أنا ما أقدر، ده أنا باخد الكلام منكم. تجربة لما بتنزل إحنا بنعدي بمراحل كتيرة قوي، من أول الصدمة اللي هو إيه ده؟ إزاي حصل كده؟ وبعدين بعد كده بندخل على مرحلة الانهيار، وبعد مرحلة الانهيار بيحصل مرحلة اللي أسئلة ليه أنا اشمعنى أنا ليه أنا، وبعدين بعد مرحلة اللي أنا بنوصل للاستسلام، هنعمل إيه؟ خلاص ربنا أراد بكده. الاختيارين بقى هو ده السكة اللي بعد الاستسلام، اللي هو يا هنروح ماشيين في الكفر يا نتشعبط. فهي اي تجربه لازم تمر، يعني قصدي ما ينفعش تجربه هتنزل على حد فهنقوله لا 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 اجمد كده امال، لا هو لازم يمر بالمراحل دي، انما نوصل لبر الامان مع بعض بيها. انا اللي ساعدني، ودي هحكيها، قداسه البابا، انا حصلت لي الصدمه مش قادره احكي انا كنت عامله ازاي. وبعدين انا فاكره كويس جدا انه بعد 4 ايام من الموضوع، ما كانش لسه على فكره حد يعرف خالص في البلد اللي حصل غير 4: السيد رئيس الجمهوريه، السيد اللواء عباس،
وطالما ذكرت الاثنين دول انا بأدين بالفضل للقيادة السياسية اللي وقفت معايا في محنتي، لانه كان ممكن جدا انه ايه ده امشي من هنا، انما الحقيقة وقفتهم معايا انا ما اقدرش انساها. وبعدين دكتور مصطفى مدبولي باعتباره رئيسي المباشر وقدست البابا، فقدست البابا كلمني بعديها باربع ايام، دول بس الاربعة اللي كانوا يعرف، ما حدش كان لسه يعرف، انا عدت تقريبا 3 أسابيع ما حدش يعرف حاجة. فقداسة البابا كلمني قال لي عاملة ايه يا نبيلة؟ قلت له الحمد لله يا سيدنا، بس يعني